من تقعد الصبح، شنو العادات والتقاليد مالتك؟ لأنه أنت تعرف مثلا ستيف جوب أبو الآبل كان آخر يوم بالنسبة إلي، إيش راح استخدمه، إيش راح أسوي بهذا اليوم؟ أوباما من يقعد الصبح يركض. فيعني الناس الناجحين بحياتهم عندهم يعني ريتشولز، عادات وتقاليد معينة الصبح. أنت شنو عاداتك وتقاليدك؟ والله انا راح اكون معك تقعد صريح. الصبح انا ما تشرب بصحى فنجان الصبح، قهوة؟ لا بشرب شاي. انا القهوه مش من هواة القهوه انا صراحه، يعني اوكي. انا بشرب شاي، بفطر، بطلع اشوف شويه امور، دائما بحب يعني اعطي حالي مسؤوليه. بروح مثلا انا بادي اموري انا شخصيا، يعني لما بروح بجيب اكلي، بروح بجيب اموري، بروح بدفع فاتوره الكهرباء، فاتوره التلفون، يعني بحس انه هذا الموضوع، يعني وهذا مش من اليوم بعمله، يعني انا بعمله من ايام ما كنت عند اهلي، لكن بحب دائما اشغل حالي بهيك، وبحب احس يعني احسس نفسي بالمسؤوليه، مش عشان انه انا فنان. بجوز الناس بتطلع بتقول لك الفنان، اوه في مليون حدا يريحه، مليون حدا يعمل عنه، انا بحب اعمل تقوم اموري بالأعمال باموري اليومية بشكل بنفسك. شخصي. أوكي، زين، حياتك الاجتماعية يعني كلش كبيرة، أنت رايح من طالع من غزة من مخيمات خان يونس والناس اللي حواليك هواية، ورحت دبي نعم. ويعني عشت حياة مستقلة. فيعني أنت تحاول أنه دائما تحط أصدقاء حواليك، طبعا وعلاقات الاجتماعية مالتك انا كلش كثير. اصدقائي اللي في غزة هم اصدقائي الحقيقيين، وكل ما تعرفت عليهم بعد ما رحت على العالم الفن هم اصدقاء، يمكن بحكم العمل، او بحكم يعني بحكم العمل يمكن والشغل تبعنا، لكن انا اصدقائي الحقيقيين والاوفياء واللي انا بحبهم جدا ولا يمكن علاقتي تتاثر فيهم هم اصدقائي بغزه، ولليوم انا بتواصل معاهم، واكثر ناس بحس نفسي فعلا بحب احكي لهم اسراري واشكي لهم يعني.